نتيجه ايجابيه 1-1. كيفاش تعامل كريم الشمالي المعدل البدني للنادي الافريقي مع الوضعيه هذه نتاع الارتفاع تقريبا 2500 متر على سطح البحر؟ كيفاش عامل كريم الشمالي بنجر الاجراء المقابل هذا؟ والله احنا ككل كستاف تكنيك ستاف ميديكال عارفين اللي المباراه باش تكون صعيبه، زاد صعبها صفر اللي كان الحق صعيب. البارح الاولاد كانوا في حاله تعب كبيره برشا، الطاقم الطبي عمل مجهودات كبيره باش الاولاد يعني يرجعوا اليوم كانوا خير برشا. سي عبد الحق بن شيخه كلمهم باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المجهودات، ما يعملوش مجهودات زايده. الاولاد كانوا الحق في المستوى عجبوني، وانا فريمون معناها نشكرهم على المباراه اللي عملوها. سجلوا لنا هدف، عدلنا خير من اللي توفى 0-0 هكا، دونك فرحانين الحمد لله. توا الماتش الجاي باش يكون كونتر بيجا، ديبلاسمون اخر في بيجا ونهار الخميس ووصول نهار 30، كيفاش باش نتعاملوا؟ احنا غدا الصباح ان شاء الله قبل ما نسافروا باش نتمرنوا، باش نعملوا سيونس ديكراساج اللي لعبوا ماتش كامل اليوم، وسيونس انترينمون اللي ما لعبوش، وباقي الجوارات اللي في تونس قاعدين مع سي انيس الشعلالي المعد بدني الثاني يعني قاعدين يخدموا. غدوه عندهم راحه نهار اثنين عندهم يخدموا، ونرجعوا نهار ثلاثة نترناو، وعندنا نهارين ثلاثة وأربعة قبل ما نتحولوا إن شاء الله لباجة. في باجة ما فماش ارتفاع، فما التعب نتاع المباراة هذه باش يقعد شوية، نحاولوا نحيوا التعب هذا ونرجعوا إن شاء الله في فورمة. اليوم مقابلة رغم نقولوا التعب نتاع البارح، لكن اليوم شفنا إكيب حاضرة فيزيكمون، يعني ما قلقهمش الارتفاع. لا قلقنا من الاول، مي الحمد لله مجهودات الناس الكل وخاصه سي كريم يمكن اللي عاوننا بالقدام، يعني في الراحه في الانترينمون في لي زونترينمون اللي فاتوا لقينا روحنا حاضرين الحمد لله، معناها اللي قدمنا مباراه معناها تعاوننا احنا في ماتش لوتور باش نعملوا ماتش به. توا خذيتوا فكره على الكيب هذايا كيفاش تلعب زعما في الماتش لوتور، باش تكون نتيجه مخالفه واللعب يكون لعب اخر؟ بطبيعه الحال يمكن الفرق نتاع تيران يمكن تيران قلقنا، ما خليناش نكاو زاد معناها يمكن الارتفاع اللي قلقنا زاد في الفص، مي الحمد لله الناس الكل كانت حاضره وعزيمه واحده عملنا ريستا بوزيتيف. اليوم نقولوا نتيجه ايجابيه نوعا ما من مروحنا بها من اثيوبيا، سورتو الارتفاع والعوامل نتاعها. صحيح نتيجه باهيه معناتها باركول الوضعيه كيفاش كان، الحمد لله ان شاء الله في ماتش ريتون نكملوا نربحوهم ونترشحوا ان شاء الله. ثم برشا عباد شكت في قدرات شكل الرجاء، اليوم شفنا سور تيران عبد اخر كوارج اخر، ما فهمتش شنو حتى تلك المفروض. لا حتى لا شيء، ما عملت كان الواجب اولا، ثانيا خاطرني نلعب في الباست، الناس اللي تحكي كل شيء عمري ما لعبت انا اللي يدروا كيفاش كنت نلعب بوست، عمري ما لعبت هذا في الليجان في جرجيس، ثم حتى شيء نلعب في بلاستي والونتينير جديد معناتها عطى فيها ثقه والقادم خير ان شاء الله. حمزة يا عمود اليوم حمزة شفنا رودمون جرينتا كبيرة برشا من الأولاد الكل، سورتو حمزة المسار. صحيح جرينتا قوية، حابين نعملوا نتيجة إيجابية، الأولاد الكل كانوا حاضرين وعزيمة قوية من الأولاد اللي عملنا نتيجة إيجابية، إن شاء الله بقدرة ربي نمشيو غادي لتونس مرتاحين ونحققوا نتيجة إيجابية ونترشحوا بزين تونس إن شاء الله. بالهدف نتاعك شنو الميساج حبيت توصله؟ نصح حتى مساج خدمت على روحي ماركيت، ان شاء الله نزيد معاهم صحابي في ريتورا. حمزه ماتش صعيب اخر تسلم فينا هو ماتش بيجا قبل فوز الجمعه، كيفاش تتعامل النادي الافريقي مع الماتش هذا؟ صحيح انا برشا ما ربحناش في الشامبيون، ان شاء الله قلت ربي يلزمنا عزيمه اللي عملناها نمشيو لبيجا، قلت ربي نحققوا نتيجه ايجابيه ويلزمنا كان ربح نمشيو لبيجا باش نجيبوا الربح. كانت ماتش صعيب لكن الكلوب عرفت كيفاش تجاري. الحمد لله حضرنا كوم الفول الماتش وعرفنا كيفاش نتعامل مع مجريات المباراة، والحمد لله عملنا ريزلتا بوزيتيف تسمى بوزيتيف حسب الرحلة اللي تعدينا بها وحسب الظروف اللي تعدينا بها تسمى ريزلتا بوزيتيف. اليوم لينا العكس متفاهم برشا، لكن البونتو نوعا ما قبلتوها صار ارتباك، ما فهمتش احداث كل ارتفاع ولا حاجة اثرت على الحكاية هذيا. والله هبطنا دوزيام ميتون زاد الكليما ماناش مستانسين بيه، التيتود فما برشا التيتود لهنا، صار البونتو غفلة تصير الأغلاط في كرة القدم، صار البونتو غفلة، الحمد لله عرفنا كيف نرجعوا في البارتي وكنا نجموا نربحوا، الحمد لله اللي خرجنا بريزلتا كيما هكا الحمد لله.
نفسي كفيورو عادين اتوفى معك في الفلول مي اوبسيسيون حلت عيني في تونس المدينة نلقى اثنية طويلة حمرا وبيضا نلقى روحي في كل اثنية معاها نتعب ونبكي كنار نخليها غني فرحان البيرة